الأعزاء في مساق محاسبة التكاليف باستخدام الحاسوب، مرحبا بكم. في محاضرتنا لهذا اليوم سوف نقوم بالتعرف وحل سؤال ترايت 3-6 واللي بتعلق بشركة برنوت. راح يساعدنا هذا المثال نفهم موضوع فيما يتعلق بالمبيعات المشتركة، هو السيلز ميكس. بداية نتعرف على بيانات السؤال، بعد ذلك راح نقوم بحل السؤال على برنامج الإكسل. بداية برنوت ويندوز بلانز تو سيل تو ديفرنت براندز اوف ويندوز، Chad and Musk and budgets as the following. بالتالي شركة برنوت شركة متخصصة في تركيب النوافذ، عندها خطة تقوم ببيع منتجات اثنين. المنتج الأول هو Chad والنوع الثاني هو Musk، وبالتالي معطيني البودجت المتعلقة بها. بداية نتعرف على البيانات، عندي الاكسبكتد سيلز مبيعات المتوقعة، هون بير يونتس هو بنحكي بالوحدات، كانت عبارة عن 2500 وحدة للمنتج الأول وهو تشات ويندوز، وعندي ماسك ويندوز بقيمة 1000 وحدة، وبالتالي 2500 زائد 1000 3500. ضروري نفهم البيانات المتعلقة بالسؤال حتى نقدر نوضح هاي النقطة، لأن النقطة غير موضحة بالكتاب بشكل جيد. بداية تحدثنا عن expected sales، عندي revenues الإيرادات، معطيني الإيرادات كانت $500 و 350 per unit، بمعنى هو معطينيها على التوالي، بمعنى 500 ضرب 2500 بعطيني 1,250,000، بمعنى انه كل وحدة ببيعها من نوافذ نوع تشاد بسعرها $500، والماسك هو عبارة عن $350، وبالتالي 1000 ضرب $350 وبالتالي بعطيني $350,000، وبالتالي 1,250,000 زائد 350,000 بعطيني التوتال $1,600,000. إذا هاي في جانب الإيرادات، بنطرح منها الفاريبل كوست التكاليف المتغيرة. الفاريبل كوست معطيني يعني كمان على التوالي $400 و$275 على التوالي كل وحدة واحدة، وبالتالي الفاريبل كوست فيما يتعلق تشاد ويندوز 400 ضرب 2500 بعطيني $1,000,000، هون عندي 1000 ضرب 275 بعطيني $275,000، وبالتالي 1,000,000 زائد 275,000 بعطيني $1,275,000، وبالتالي بقدر احتسب الكونتريبيوشن مارجن بالتوتال، هي عباره عن 1,600,000 ناقص 1,275,000، بضل عندي 325,000. هو محتسب لي كمان الكونتريبيوشن مارجن بير يونت، 500 ناقص 400 100، 350 ناقص 275 بعطيني $75، ونفسه هو كمان contribution margin لتشاد ويندوز وبالإضافة ماسك ويندوز، 1,250,000 ناقص 1,000,000، مبلغ المتبقي هو contribution margin 250,000، وهون عندي 350,000 ناقص 275,000 بعطيني $75,000، وبالتالي 250 زائد 750,000 بعطيني $325,000، والفيكس كوست بقيمة 195,000، وبالتالي نطرح الفيكس كوست من contribution margin 325,000 ناقص 195,000 بصل operating income $130,000. المطلوب مني calculate the break-even point for Bernard Windows in terms of the number of units sold and revenues. في نقطة معينة هو مش ذاكرها في الكتاب، ما تحدثنا عن مثال بهاي الطريقة، تحدثنا عن sales mix لما يكون عندي منتجات مختلفة، وبالتالي راح نقوم بتوضيح بيانات السؤال باستخدام برنامج الإكسل ونوضح كيف بنحل السؤال بشكل بسيط. إذا راح أقوم بنقل بيانات على برنامج الإكسل لحتى نوضح حل السؤال بشكل بسيط. إذن قمنا بنقل بيانات السؤال 3-6 وهو الغير محلول في الكتاب، وقمنا بتفريغ البيانات على برنامج إكسل حتى تساعدنا في حل السؤال. طيب في هاي النقطة كيف نقوم بحل السؤال؟ مع العلم انه التكاليف الثابتة لقيمتها 195,000 هي متعلقة بالموديلات الاثنين اللي عندي، بالتشاد ويندوز وبالاضافة ماسك ويندوز، وبالتالي هون المشكلة راح تواجهني. في المحاضرة السابقة تحدثنا لما يكون في عندي بندلز كحزم، لكن هون مش موضح لي اذا في عندي حزم ام لا، وبالتالي بدي افترض انه عملية البيع راح تكون من تشاد ويندوز وبالاضافة ماسك ويندوز، وبالتالي لحتى اقدر اوجد، بمعنى بدنا نقوم باحتساب الـ weighted average for unit contribution margin، بدنا نجد الوسط المرجح لهامش المساهمة للوحدة الواحدة. لكن أول نقطة بدنا نقوم باحتساب فيما يتعلق ما يسمى بالـ sales mix، لأنه كل موضوعنا متحدث إيش عن الـ sales mix، وبالتالي عندي sales mix
وفي نقطة معينة هون راح ركز عليها لليونتس، لأنه كمان بعد ذلك راح أقوم باحتساب كمان الويتد أفريج بالاستناد إلى بالإضافة الريفينيوز وبالإضافة الكونتريبيوشن مارجن. طبعا خليني أجي أتعرف فيما يتعلق باليونتس. طبعا كيف بنقوم باحتساب السيلز ميكس بير يونتس؟ بشكل بسيط بنقول يساوي في عمود التشاد ويندوز، وبالتالي عندي الاكسبكتد سيلز تقريبا قديش 2500 على التوتال وهي 3500 وحدة، وبالتالي بي 2 على دي 2، وبالتالي بدي اشوف قديش التشاد ويندوز قديش بتشكل عندي وحدات مباعة من اجمالي المبيعات بالوحدات، وبالتالي راح يعطيني نسبة تقريبا 71.43%. اذا السيلز ميكس يونت بمعنى انه مبيعاتي هي اللي عبارة عن 3500 71.43% هي عبارة عن المنتج رق أو المنتج تشاد ويندوز. طيب الماسك ويندوز راح تكون بشكل بسيط، هي عبارة عن 1000 تقسيم 3500، وبالتالي راح يعطيني ما نسبته 28.57%، مجموعهم الاثنين لازم يعطيني 100%، وبالتالي أعطاني 100%. إذا بهاي الحالة أول جزئية أنا انتهيت منها، بيظل عندي الجزئية الثانية، بنقوم باحتساب الـ Weighted Average Unit Contribution Margin. الغاية من ذلك إحنا طلعنا قديش السيلز، لكن أنا بدي أطلع الوسط المرجح لهامش المساهمة للوحدة الواحدة، وبالتالي راح يكون في عندي Weighted Average contribution contribution margin. طبعا per unit للوحدة الواحدة. طبعا بهاي الحالة هي بشكل بسيط راح أقول يساوي، هي عبارة عن السيلز ميكس اللي طلعتها قبل قليل، لكن مضروبة في ايش؟ كان نطلع الويتد افريج مضروبه في الكونتريبيوشن مارجن بير يونت، وبالتالي بشكل بسيط قديش كان عندي الكونتريبيوشن مارجن للتشاد ويندوز للبير يونت؟ كان عندي 100، وبالتالي راح اضربها في 100. اذا هي عباره الويتد افريج كونتريبيوشن مارجن بير يونت هي عباره عن السيلز ميكس بير يونت مضروبه في الكونتريبيوشن مارجن بير يونت، وبالتالي راح يعطيني 71.43. طيب بيجي واحد بيقول لي طيب نفس القيمة، لأنه هون كان عندي contribution margin هو 100 دولار، لكن راح نشوفها لما نقوم باحتساب الماسك ويندوز. وبالتالي بشكل بسيط بنفس الآلية 28% هي sales mix per unit مضروبة في contribution margin per unit لهذا المنتج، واللي كان عندي قديش 75 دولار، وبالتالي 75 دولار، وبالتالي أعطاني 21.43%. إذا بالحالة هاي أنا وصلت لأول جزئية، عندي قمت بحساب الـ Weighted Average Contribution Margin Per Unit وبالإضافة للتشاد ويندوز بالإضافة ماسك ويندوز. طيب أنا الغاية من طلعت لكل وحدة، الغاية الأساسية إن أطلع الـ Average، وبالتالي الـ Average هو عبارة عن إيش؟ 71.43 زائد 21.43، وبالتالي بعطيني 92.86، وبنحكي ايش بالدولار. اذا الوسط المرجح لهامش المساهمه للوحده الواحده هو عباره عن 92.86، وبالتالي من خلالها بقدر احتسب بشكل بسيط النمبر required to be sold to break even point. طيب خلينا نشوف انه هل الحك بيطلب مضبوط معنا ام لا. انا قمت بادخال البيانات عندي هون لحتى اقوم بعمليه التوضيح بشكل اسهل، وبالتالي المطلوب الاول بدي اشوف قديش عدد الوحدات التي يجب بيعها لحتى احقق نقطه التعادل. واذا بشكل بسيط حكينا ان نقطه التعادل هي عباره عن الفيكس كوست على الويتد افريج كونتريبيوشن مارجن اللي طلعت معي للمنتجات الاثنين اللي عندي، وبالتالي مقسومه على 92.86 دولار، وبالتالي بيطلع عندي ما يقارب 2100 وحدة. هون نحكي بشكل عام عن عدد وحدات، وبالتالي كان عندي number required to be sold to break even point عبارة عن 2100 وحدة. إذا هاي أول جزئية قمت باحتسابها. طب لو سألنا أنا مطلوب مني أبيع 2100 وحدة،
إذن هاي أول جزئية. طيب لو افترضنا المطلوب مني بدي أعرف أنا قديش لازم أبيع من المنتج الأول في الإضافة للمنتج الثاني، بنحكي عن تشات ويندوز وبنحكي عن ماسك ويندوز. طيب هاي الحالة بشكل بسيط احنا طلعنا السيلز ميكس يونت، وبالتالي بشكل بسيط هي عبارة عن 2100 وحدة مضروبة في السيلز ميكس يونت، وبالتالي راح يعطيني عدد الوحدات التي يبيعها من المنتج تشات ويندوز، وبالتالي 1500 وحدة. المنتج الثاني ماسك ويندوز عبارة عن 2100 مضروبة في السيلز يونت بير يونت للماسك ويندوز، وبالتالي بعطيني 600 وحدة مجموعهم عشان أتأكد أنه عبارة عن 2100 أم لا، وبالتالي راح أعطيني 2100 وحدة، وبالتالي أنا تأكدت أنه أول جزئية حليتها صحيحة. طيب في المحصل أنا بدي أطلع البريك إيفن بوينت كمان بالريفنيو المطلوب الثاني، كمان بدي نقطة التعادل كمان إيش بالإيرادات، وهي موجودة عندي هون. طيب هاي الحالة كيف بدي أقوم باحتسابها؟ هون احتسبنا للبير يونتس، لكن هسا بدنا نقوم باحتساب الويتد افريج كونتريبيوشن مارجن، وبالتالي نقدر نستند للبيانات الموجودة عندي الويتد افريج كونتريبيوشن مارجن، لكن مش للبير يونت بنطلعها، هو بدنا نطلعها بالاستناد بشكل بسيط على الكونتريبيوشن مارجن الموجودة عندي. طبعا كتبتها ويتد افريج كونتريبيوشن مارجن. طيب كيف بنقوم باحتسابها؟ بشكل بسيط هي عبارة عن الكونتريبيوشن مارجن هي عبارة عن 325,000 على المبيعات السيلز، بشكل بسيط هي عبارة عن السيلينج برايس، كنا نحكي عن السيلينج برايس ناقص الفاريبل كوست على السيلينج برايس عشان طلع على البير يونت، لكن هون معطينيها بالتوتال للمنتجات اثنين، فبالتالي هي عبارة عن الريفينيو ناقص الفاريبل كوست على الريفينيوز، وهي بمعنى الكونتريبيوشن مارجن على الريفينيو، وبالتالي 325,000 على 1,600,000 وبالتالي يعطيني نسبة معينة وهي تقريبا 0.203125. وبالتالي بقدر أحولها كنسبة معينة من خلال percentage وبزيد عدد الخانات لحتى توضع عندي. بعد ذلك بنقوم باحتساب البريك ايفن بوينت بالاستناد لهذه النسبة، وبالتالي حتى طلع نقطة التعادل بالإيرادات هي عبارة عن الفيكس كوست على الويتد افريج كونتريبيوشن مارجن، وهي النسبة طلعت عندي قبل قليل، وبالتالي هي عبارة عن 960,000. لكن السؤال راح يتبادر لدينا الطالب، كيف نتأكد أن حلي صحيح أم لا؟ احنا وضحناه لكن بشكل بسيط، فعليا أنا طلعت قديش لازم أبيع من المنتج الأول والمنتج الثاني. خلينا نتأكد أنه لو بدي أقوم بضرب الكميات التي يجب بيعها في أسعار البيع الموجودة عندي المعطى عندي في السؤال، بالتالي راح أحقق إيرادات قيمة 960,000 أم لا. إذن بشكل بسيط راح أقول فيما يتعلق بالمنتج الأول تشات ويندوز، بشكل بسيط راح أقول هي عبارة عن 1500 مضروبة قديش في السيلينج برايس بير يونت وهو 500 دولار، وبالتالي أعطاني 750,000 دولار. طيب ماسك ويندوز عبارة عن 600 مضروبة في السيلينج برايس بير يونت وهو 350 دولار، وبالتالي بنشوف الآن بنقول هي عبارة عن 750 زائد 210 وبالتالي أعطاني 960,000 دولار. إذن هاي بشكل بسيط فيما يتعلق في احتساب لما يكون في عندي نقطة تعادل بالوحدات وبالإيرادات لما يكون عندي أكثر من منتج، نحكي عن السيلز ميكس. وبالتالي هذا هو المتعارف عليه بشكل دائم من داخل الشركات. الشركات ما بتقوم بإنتاج فقط منتج واحد، دائما الشركات بتقوم بإنتاج أكثر من منتج، وبالتالي بنفس الآلية إذا طبقناها على منتجات اثنين نقدر نطبقها على أكثر من منتج. هاي بشكل بسيط فيما يتعلق ببيانات السؤال 3 إلى 6. إذن هيك يكون انتهينا محل السؤال. بالعودة إلى المادة التعليمية هيك بكون حلينا السؤال. بيظهر عندنا آخر جزئية في هذا الفصل وهو الـ Cost Volume Profit Analysis in Service and Not-for-Profit Organization. تحدثنا بشكل كبير فيما يتعلق في المنتجات، دائما نحكي عن المنتجات. طيب إحنا ما تحدثنا عن خدمات بشكل عام، ما تحدثنا عن شركات أو منظمات غير ربحية. So far, our cost volume profit analysis has focused on EMA merchandising company. وبالتالي لما تحدثنا عن تحليل التكلفة والحجم الربحية ركزنا بشكل كبير على فيما يتعلق في الشركة التجارية، وهي شركة EMA بتقوم ببيع الكتب، تبيع بمعنى منتجات.
Of course, managers at manufacturing companies such as BMW, service companies such as Bank of America, and not-for-profit organizations such as the United Way also use cost volume profit analysis to make decisions. ما نحكي دائما لما نقوم باستخدام تحليل التكلفة والحجم الربحية والبريكيفون بوينت فقط متعلق بشكل عام عن المنتجات، لكن يمكن تطبيقها على الخدمات بشكل كبير، وبالتالي يمكن تطبيقها على الشركات أو المنظمات الغير ربحية. وبالتالي الغاية من ذلك حتى يقوم باتخاذ القرار المناسب. To apply cost volume profit analysis in service and not for profit organization, we need to focus on measuring their output. إذا الغاية الأساسية قبل التعرف على تحليل التكلفة والحجم الربحية بدنا نركز على الأوتبوت، على المخرجات اللي بتطلعها هاي الشركات. بمعنى هو معطيني ليست نتحدث عنها بعد قليل، وبالتالي يجب التركيز عليها. Which is different from the tangible or tangible units sold by manufacturing and merchandising companies. وبالتالي رح نركز على الأوتبوت لأنه في اختلاف كبير. لما يجي نحكي عن الشركات التجارية هي بتبيع منتجات ملموسة، على سبيل المثال الشركات الصناعية والشركات التجارية. طيب شو في عندي examples على output متعلقة في شركات الخدمات؟ بعطيني إياها بشكل بسيط. بداية عندي شركات الطيران airlines، كيف بيقوم بكون الميجر اوف output؟ بالاستناد passenger miles، وبالتالي هم بيستندوا المسافة اللي بقطعها المسافر. عندي passenger miles، إذا شركات طيران بتركز في هاي النقطة على المسافة المقطوعة لكل مسافر. عندي فيما يتعلق hotels or motels بمعنى الفنادق، وبالتالي room nights occupied بمعنى الغرفة اللي بتكون محجوزة من قبل النزلاء اللي بيكونوا داخل الفندق. الhospitals المستشفيات patient days، الأيام اللي بقضيها المريض داخل المستشفى. universities student credit hours محسوبة بناء على عدد ساعات الطالب. وبالتالي صار في عندي output لكل قطاع مختلف. لما يجي نحكي عن شركات الطيران مختلفة عن الفنادق، عن المستشفيات، عن الجامعات، وبالتالي الأوتبوت مختلفة. لكن في الشركات التجارية والشركات الصناعية كنا نركز انه في عندي منتجات بشكل عام، منتجات، لكن هون في عندي الأوتبوت مختلف. وبالتالي الفكرة الأساسية من Cost Volume Profit حسب ما قمنا باستخدامه في Merchandising أو Manufacturing Companies يمكن تطبيقها بنفس الآلية على الشركات الخدمية وعلى المنظمات الغير ربحية، لكن باختلاف شيء بسيط في الاوتبوت. الفاريبل معطينه هون، الفاريبل اند فيكس كوست ار ذن ديفايند وذ ريسبكت تو ذا تشوزن اوتبوت ميجرز. ذا كونسبت اوف كونتريبيوشن مارجن، بريك ايفن بوينت، تارجت اوبريتنج انكم، تارجت انكم سنسيتيفيتي اناليسيس اند اوبريتنج ليفرج ابلاي از وي هاف ديسكرايب ان ذس شابتر. كل النقاط اللي تحدثنا عليها خلال الفصل يتم تطبيقها بالكامل على الشركات الخدمية وبالإضافة على المنظمات غير ربحية. زي ما تحدثنا عن هامش المساهمة، نقطة التعادل، صافي الدخل المستهدف، عندي التارجت نت إنكم، عندي الدخل التشغيلي وعندي صافي الدخل التشغيلي وحساسية التحليل وبالإضافة الرافع التشغيلي. كليات الأمور تحدثنا عنها يتم تطبيقها على Service and Not For Profit Organization. طيب في عندي موضوع حتى نقدر نفهم هذا الموضوع بشكل أفضل. To see this application, cost volume profit analysis in this context of service sector example, consider Highbridge Consulting. في عندي شركة متخصصة وسط إيش؟ شركة استشارات اسمها Highbridge. A boutique management consulting firm, Highbridge measures output in terms of person day of consulting service. طبعا الشركة اللي تستخدم أو الآلية اللي بتقيس فيها زي ما تحدث عنها، زي ما كنا نحكي passenger miles, rooms, night occupied, patient days، هون بيستخدموا الاوتبوت تبعيتهم في هاي الشركة، بيستخدموا person days of consulting service بمعنى الخدمات المقدمة من الاستشاريين. person days الأيام. It hires consultants to match the demand for consulting service. وبالتالي الشركة بتقوم بتعيين استشاريين لحتى تقوم بتاخذ الطلب المطلوب من الشركة. The greater the demand, the greater the number of consultants it hires. بمعنى كل ما زاد الطلب بهاي الحالة الشركة بتقوم بتعيين استشاريين بشكل أكبر. طيب نيجي نتعلق في بيانات السؤال. Highbridge must hire and train a new consultants before consultants are deployed in assessment. بمعنى إنه شركة Highbridge يجب أن تقوم بتعيين أشخاص
وتدربهم قبل إرسالهم أو القيام بتوزيع المهام عليهم. Deploy an assessment. At the start of each year, في بداية كل عام, Highbridge allocate recruiting budget for the number of employees it desired to recruit. وبالتالي الشركة في عندها budget. بشكل عام الشركات تكون عندها budget معينة. بيجي على سبيل المثال البادجت هون اللي عندهم قيمتها 1,250,000 دولار. هاي البادجت راح يستخدموها في تعيين أشخاص متعلقة في recruiting consultants. وبالتالي in average the annual of consulting is $100,000. وبالتالي هم بيدفعوا تكاليف سنوية بقيمة 100,000 دولار لكل استشاري. إذن كرواتب خلال العام. لكن كمان بيدفعوا fixed costs for recruiting including administrative salaries and expenses for recruiting department are $250,000. وبالتالي هم بيدفعوا تكاليف ثابتة متعلقة في التعيين ومتعلقة في تكاليف أو رواتب الإدارية, وبالإضافة المصاريف اللي بيدفعوها لقسم التعيين وهي بقيمة 250,000 دولار. وبالتالي بناء على هاي البادجت, how many consultants can Highbridge recruit in 2017؟ وبالتالي قديش أنا بقدر أعين خلال عام 2017 بالاستناد إلى هاي البيانات. وبالتالي we can use cost volume profit analysis to answer this question by setting the recruiting department operating income to zero. وبالتالي أنا عندي البادجت بدي أقوم باستثمارها بشكل كامل, وبالتالي ما راح ضل إشي منها. بدي أشوف قديش من خلال البادجت بقدر أعين أشخاص أو استشاريين خلال العام. وبالتالي بشكل عام recruiting budget minus variable cost ناقص الفيكس كوست, وبالتالي راح أساوي عندي صفر. طيب recruiting budget قديش كانت عندي؟ كانت عندي 1,250,000. إذن هاي وجزئية. إذا recruiting budget 1,250,000. variable cost أنا كل شخص بعينه داخل الشركة قديش بدفع عليه variable cost؟ 100,000 دولار. وإذا variable cost 100,000. طيب قديش أشخاص بدعينهم؟ لحد الآن ما بعرف. هي Q the number of consultant hired. وبالتالي لحد الآن عدد الأشخاص بدقوم بتعينهم ما بعرف, لكن أنا بدفع على كل شخص راح أدفع له 100,000 بالإضافة ناقص الفيكس كوست اللي كانت عندي 250,000. وبالتالي الفيكس كوست, وبالتالي في المحصلة بيصل عندي صفر. من خلال هاي المعادلة إذا مستذكر الماتماتيكال إكويجن بنفس الآلية, عندي الفاريبل كوست كانت عندي قديش 100,000, بنقولها للطرف في المعادلة عندي هون. وبالتالي بصير عندي فاريبل كوست مضروبة في الكوانتيتي أو number of consultants hired تساوي, هي عبارة عن recruiting budget ناقص الفيكس كوست. وبالتالي المئة ألف مضروبة في Q تساوي recruiting budget 1,250,000 ناقص 250,000, وبالتالي بيساوي عندي 1,000,000. طيب هاي 1,000,000 بدي أقوم بعد, بمعنى إنه هذا المبلغ المتبقي بعد طرح التكاليف الثابتة. إذا هذا المبلغ اللي راح يضل عندي هو عبارة عن إيش؟ هو عبارة عن رواتب راح أقوم بالأشخاص راح أقوم بتعيينهم. إذا أنا بدفع 100,000 لكل شخص, وبالتالي هاي 1,000,000 قديش بقدر أعين فيها أشخاص؟ إذا راح أقول بشكل بسيط هي عبارة Q تساوي 1,000,000 على 100,000. إذا هاي 1,000,000 على 100,000, وبالتالي بعطيني 10 أشخاص. 10 consultants. بمعنى إنه أنا بقدر أعين 10 استشاريين خلال العام بالاستناد لهاي البادجت. هاي بشكل بسيط. بعد ذلك الفكرة وين؟ ما انتهت. ولك افترض suppose Highbridge anticipated reduced demand for consulting service in 2018. It reduces its recruiting budget by 40% to be 1,250,000, وراح يصير عندي ما قيمته 750,000 بمعنى انه في عام 2018, يعني حكون نحكي قبل شوي في عام 2017, في عام 2018 نفس الشركة Highbridge بتقوم بتخفيض تكاليف فيما يتعلق بالتعيين خلال العام. وبالتالي هم قللوا البادجت اللي بيستخدموها. البادجت قديش كانت عندي؟ 1,250,000. قرروا تخفضوها بقيمة 40%. إذن بهاي الحالة لو قلنا 1,250,000 ضرب 40% بيطلع قيمة التخفيض, وبالتالي بطرح قيمة التخفيض من 1,250,000. أو بمعنى آخر بقول هي عبارة عن 1,250,000 مضروبة في 1 ناقص 40%. بمعنى هي 1 ناقص 40% 60%.
وبالتالي 1,250,000 ضرب 60% راح يعطيني 750,000. بمعنى انه البادجت اللي كانت عندي قبل قليل هون 1,250,000 راح تتغير وتصير عندي بياناتها هي عبارة عن 750,000. Expecting to hire set consultants 40% of your consultant than 2017. بمعنى بيجي احد الاشخاص بيجي بيقول لي طيب اذا انا خفضت 40% ليش اعمل هاي المعادلة بالكامل؟ خلص بشكل بسيط برجع لبيانات السؤال، انا عندي هاي العشر اشخاص بدي اضطرهم 100%، وبالتالي بدي اخفض 40% من 10 موظفين، بهاي الحالة رح يضل عندي 6 اشخاص لانه 40% رح الغيهم. بقول له حكيك خطأ. ليش؟ لأن أنا في عندي جزئية متعلقة بالفيكس كوست ورح نيجي عليها الآن. وبالتالي بقول لك assuming the cost per consultant and the recruiting department fixed costs remain the same in 2017. وبالتالي زي ما حكينا التكاليف الثابتة أحيانا ما بقدر نتجنبها أو بقدر نغيرها، وبالتالي التكاليف الثابتة رح تضل عندي. وبالحالة هاي إذا بقول is this budget correct؟ بقول لي no as the following calculation show. بالتالي انه البادجت اذا بدي اقوم راح يضل عندي 6 اشخاص، بحكي انه هذا الحكي غير صحيح. طب خلينا نقوم باحتساب بالاستناد لنفس المعادله هاي مع البيانات الجديده اللي عندي، ريكروتينج بادجت ناقص الفاريبل كوست ناقص الفيكس كوست. وبالتالي ريكروتينج بادجت قديش كانت عندي الجديده؟ 750,000 ناقص بدفع انا تكاليف او رواتب للاستشاريين بقيمه 100,000 لكل شخص وتساوي الكميه لحد الان او عدد الاشخاص بدي اقوم بتعيينهم ما بعرف، ناقص 250,000 وبالتالي بيساوي عندي صفر. بشكل عام نفس الآلية، 100,000 بنقولها لطرف المعادلة، وبالتالي 100,000 مضروبة في كيو وتساوي 750,000 ناقص الفيكس كوست. إذا الريكروتينج بادجت ماينس الفيكس كوست، بمعنى 750,000 ناقص 250,000 وبالتالي بعطيني 500,000. وبالتالي المبلغ المتبقي بعد طرح جميع التكاليف الثابتة ظهر عندي 500,000. إذا أنا بدفع لكل شخص 100,000، إذا بالحالة قديش بقدر أعين؟ بعين على 5 أشخاص، بمعنى هي عبارة عن 500,000 هي عبارة عن 500,000 على 100,000 دولار، وبالتالي 500,000 على 100,000 بعطيني 5 شريين. هذا بشكل بسيط إنه راح نشوف إنه بدل نتيجة التخفيض اللي صار عندي في ريكروتينج بادجت صرت بقدر أعين 5 أشخاص فقط مش 6 أشخاص زي ما تحدثنا من خلال احتساب أنه تقليل 40% من عدد الاستشاريين. ليش؟ لأنه في عندي تكاليف ثابتة راح تضلها ثابتة ما راح تتغير عندي. هذا فيما يتعلق في محاضرتنا لهذا اليوم، وبالتالي إحنا بكون وصلنا لنهاية الفصل، وبالتالي انتهت محاضرتنا، وشكرا لكم على حسن المشاهدة.